قلبه وشرايين وتعبان وعمالين نأجر فيه. نروح المستشفى يقول بعد شهرين، نروح المستشفى بعد يقول بعد شهرين، وعمالين يدوخوا فينا ويأجر فيه. واحنا لو معانا وظروفنا سامحة كنا عملناها. يوسف من أول ما اتولد أنا دايخة بيه. أول ما كنت كان عنده شهر برد كده، ورحت للدكتور قال لي يوسف عنده مشكلة في القلب. رحت للدكتور التاني قال لي اعمل لي الشعر، عملت له الشعر اللي يوسف محتاج عمليه. راح حولنا على مستشفى اطفال مصر، والمستشفى عمال تاجل فيا من اول ما اتولد لحد ما سنين عندي سنتين ونص. يديله كل شويه 13 13 13، كل شويه عمال يطوح فيا 13. في مستشفى واحده ولا كذا مستشفى؟ لا هي مستشفى اطفال مصر. يعني من سنتين ونص لحد دلوقتي ولا؟ ايوه عمال ياجل فيا. وبعدين؟ بس هو بيعاني من ايه بقى؟ ماله تعبان بيه؟ عنده شرايين وعنده ذوب في القلب. شرايين مالها؟ شرايين مزود. وتعبان مني وكل شويه تعبيه تعب مني كده، ما قلتلوش يطلع السلم ولا ليه ولا ليه يلعب ولا ليه زي الاطفال الحلوه التانيه دي. طب وانتوا حالتكم الاجتماعيه انت؟ الحاله قدامها غير مفيش الغلاله والحمام هي اللي حلتنا وهي كل حاجه تراها. وثلاث عيال زي ما انت شايف كده، وابوهم شغال والله زي ما انت شايف الراجل والعيله، والحاله الماديه انت شايف كل حاجه قدام عينك اهي، مفيش الا الاوضه والحمام، ولو ابيعها واحد في الشارع واعمل له ياخدوا كل حاجه، وانا ابيع لهم كل حاجه اللي هم عاوزينها وياخدوا النص اللي هم عاوزين ياخدوه. انا عاوز يوسف بس يعمل العمليه ومش عاوز اي حاجه من الدنيا خالص، بس هو عاوز يوسف بس ابقى مرتاح، بس انا نفسيتي مرتاحه.